Skills Academy هي واحد الأكاديمي اللي غادي نحاول ندير فيها دي فورماسيون كيف ما كتشوفوا كل لون كيعبر على واحد الفورماسيون دونك هاد لي فورماسيون هادو هما دي فورماسيون اللي غادي يعاونوكم بزاف باش انكم تطوروا سواء لو كوتي بيرسونيل ديالكم ولا لو كوتي بروفيسيونيل وفي نفس الوقت غادي يخليكم تطوروا مهارات جديده اللي غادي ينفعوكم دونك غادي نحاول انني ندير دي فيديو تقريبا كل فيديو غادي نحاول نشارك معكم واحد دومين سواء في الديفلوبمون بيرسونيل سواء في ليدرشيب سواء في البابليك سبيكين سواء في يعني غادي نخليكم انكم تكتشفوا مع الوقت لي دومين اللي غادي يكونوا في هاد سكيلز اكاديمي دونك الى عندكم شي سؤال ولا بغيتوا شي فورماسيون ولا بغيتوا شي تيم تقدروا تقولوا لي في لي كومونتير اولا غادي نخلي لكم لو ليا تقدروا تكليكوا عليه وتكونتاكتوني باش اننا الى بغيتوا ولا كنتوا انتريسي بدي فورماسيون سوا بريزونسيال اولا دي فورماسيون اون ليني اللي غادي ندير ان شاء الله دونك فوالا هذا هو الكونسيبت ديال سكيلز اكاديمي تري بيانتو